ست يارد واضحه على كوردوبا. كان اشترك كبديل كوردوبا في اللقاء الماضي امام جبالة في الدوري الاوروبي، ومن اول لمسه تمكن من احراز هدف غالي، كان هدف التعادل لفريق ماينز في هذا اللقاء. لاعب الكولومبيا القادم من غرناطه هذا الموسم بعد ان كان معارا الى ماينز في الموسم الماضي، هذا الموسم انتقل بصفه نهائيه. 23 سنه كوردوبا، اشترك في كاس العالم للشباب 2013 في تركيا، ولديه هدفين في البوندسليغا هذا الموسم حتى الان. ادي دراكسلر الدولي الالماني، وانباء عن رغبه ريال مدريد في التعاقد مع دراكسلر في الميركاتو الشتوي في يناير القادم. ألكسندر هاك يعود إلى حارس مرمى جوناس لوسل.